عاملين لي قطاعين طرق؟ بدك تشتغل مسلح لك معتز؟ اوك! الايد الوحيد اللي بيسمح معتز يمد عليه ايد ابو عصام الله يرحمه. بس هاي الايد تنباسط تنحط على الراس. لو كان ابوك عايش الله يرحمه كان رضي باللي عم تساويه. عفوك يا مولاي، عفوك يا مولاي، ما خليت اللي ولا غالي. عفوك يا مولاي، شو آخر الحكاية، شو آخر الحكاية، هذا خيي وهذا